أنا المهندس علي حبيب العبد الله، واليوم مدرب في برنامج موهبة الأكاديمي الإطرائي في فابلاب الأحساء، بالتحديد مسار الطباعة ثلاثية الأبعاد. في هذا المسار احنا سعينا ان احنا نعلم الطلبة كيف التصميم ثلاثي الأبعاد، بالإضافة الى الطباعة ثلاثية الأبعاد، بحيث انه يكون عندهم تصور انه كيف ننمذج افكارنا ونحولها الى نماذج أولية او منتجات مرئية ومحسوسة وملموسة. في البداية، مسار الطباعة ثلاثية الأبعاد يعتبر احد المسارات المستحدثة في برنامج موهبة، لذلك كان في تخوف من مستوى الطلاب وتلقيهم للمحتوى في هذا المسار، ولكن يعني بكل فخر نقول إن ما شاء الله في هذه الكوكبة اللي هي من سادس ابتدائي إلى الثاني المتوسط شهدنا نماذج وصلت فيهم انهم يقولون ان احنا ما عندنا شيء صعب او ما في شيء صعب علينا. احد البنات كانت تريد انها تصمم شغله قد تكون متقدمه عليها، ولما ذكرت لها ان هذه الشغله متقدمه قالت انا ان شاء الله ما في شيء صعب علي. وعسى احد القصص اللي تثبت مدى جوده الطلاب والطالبات.